أعلم تويتر إلى تقرير عن برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين، كفاءات شابة وقدرات عالية، نبذة بسيطة عن هذا الفريق رصدناها لكم في هذا التقرير، نتابع. بهدف دعم استضافة المملكة لأعمال المسار المالي لمجموعة العشرين التي تقام لأول مرة في الوطن العربي على أرض المملكة، تم تأسيس برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين. هذا المسار الذي يهدف للتأكد من سير العمل بشكل احترافي يلبي المتطلبات المأمولة من ناحية فنية ولوجستية. منذ تأسيس برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين في عام 2019 تشكلت لدينا رؤية واضحة وتوجه مباشر للعمل على تخطيط جميع الترتيبات اللوجستية لعقد الاجتماعات. بعد مضي الأشهر الأولى من رئاسة المملكة تأثر طبيعة أعمال المجموعة بالظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كوفيد-19، كما أن اتخاذ دول المجموعة بما فيها المملكة الإجراءات الاحترازية والوقائية غير بلا شك نمط الأسلوب التقليدي المتبع لعقد الاجتماعات، حيث تحولت طريقة ترتيب وتنسيق الاجتماعات إلى الاتصال المرئي، وهي بالمناسبة المرة الأولى في تاريخ مجموعة العشرين التي تعقد فيها الاجتماعات بهذه الطريقة، مما شكل تحديا جديدا على الفريق. بفضل من الله كان لدى فريق العمليات والمسار المالي المرونة الكافية للتكيف مع الظرف الطارئ، وخلال فترة زمنية وجيزة تمكننا بالتعاون مع شركائنا من الجهات ذات العلاقة من تجهيز كافة الترتيبات لعقد أول اجتماع وزاري استثنائي بتاريخ 23 مارس. يتميز فريق العمليات بالمسار المالي بالمرونة الكافية للتكيف مع الوضع الجديد، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، ليؤكد هذا الفريق السعودي الشاب أن التميز لا يحتاج إلا لثقة حتى يبرز بجهوده الكبيرة والواضحة. جميع أعضاء الفريق من أبناء هذا الوطن ولديهم الحس العالي بالمسؤولية والتصميم وسرعة التعلم، وجميعهم يتشاركون في بذل كل ما يلزم لإبراز صورة المملكة على الوجه الأمثل. وكنتيجة طبيعية لمهنية هذا الفريق ونجاحاته أصبحنا نتلقى طلبات من بعض المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك بعض الدول المجموعة لنقل الخبرات والاستفادة من هذه التجربة الفريدة. حصلت على شرف الانضمام لفريق المسار المالي بمجموعة العشرين عام 2019، وفي الحقيقة أنا فخورة جدا بكوني جزء من هذا الفريق الرائع. يتمثل دورنا بالاهتمام بكافة التفاصيل اللوجستية والتشغيلية مع شركائنا من الجهات الحكومية مثل أمانة السعودية لمجموعة العشرين وسدايا، وذلك بما يخص بالترتيب للاجتماعات والفعاليات المصاحبة. نحرص كل الحرص على إنجاز أعمالنا بجودة عالية لرفع اسم المملكة العربية السعودية بين مصاف الدول المتقدمة. أنا كأحد أفراد فريق العمليات بالمسار المالي أستشعر هذه المسؤولية العظيمة بالظهور بالشكل المشرف واللائق باسم المملكة العربية السعودية من خلال مهنيتنا وتعاملنا وتعاوننا مع المجتمع الدولي للنهوض بالاقتصاد العالمي. شباب الوطن الذي كانت إنجازاته تتحدث عنه حتى بات مطلبا لنقل خبراته والاستفادة من تجربته الفريدة التي لم يسبقه بها أحد.